الرئيس السيسي يؤكد أن السعي لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه التنمية والحفاظ على أمن المنطقة. الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية. والصحة تعلن تسجيل 108 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات. الرابعة صباحا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطور الحالي في مصر والسعي لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه بالأساس التنمية والسلام والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة أو للمنطقة بأسرها. وخلال استقباله وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية أحياء الجذور، أشار الرئيس السيسي إلى أن المبادرة تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا. كما أكد الرئيس السيسي أصالة العلاقات والقواسم المشتركة بين الشعوب الثلاث. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والاتصالات والإسكان وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي كذلك بالالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة. التقى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية، وذلك على هامش عقد الاجتماع 13 للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية بالقاهرة. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين الجانبين. جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهم المائية المشروعة. ودعا المجلس خلال اجتماعه برئاسة الملك سلمان، دعا المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 108 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات. وأشارت الوزارة إلى خروج 234 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 219,000 حالة. وجه العاهل المغربي محمد السادس بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لدعمها في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وأوضحت الخارجية المغربية في بيان لها أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات بإرسال وحدتين إنعاش كاملتين بسعة 100 سرير و100 جهاز تنفس صناعي ومولدات أكسجين نظرا لتفاقم الوضع الوبائي في تونس، مؤكدا أن المساعدات تأتي في إطار روابط التضامن الفعال بين البلدين. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل أكثر من 11,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ فبراير الماضي، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون حالة. كما أعلنت الصحة المكسيكية عن تسجيل 219 حالة وفاة جديدة، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 235,000 حالة. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. الشكر لكم مني همام جاهد على متابعتكم الكريمة. دمتم في أمان الله.